يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. نلقي على مسامعكم كلمة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمناسبة تحرير الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة. إذن تخلد أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر المبارك وبكل مظاهر الفخر والاعتزاز وفي أجواء طافحة بأريج الإيمان وعمق الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية، الذكرى 49 لملحمة المسيرة الخضراء المضفرة التي ألهمتها العبقرية الفذة لرائدها ومبدعها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. شعبي العزيز، نخلد اليوم لبارك الله الاعتزاز ذكرى 49 مسيرة الخضراء، وهي مسيرة سلمية وشعبية مكنت من استرجاع الصحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن. ومنذ ذلك الوقت تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا نجاة فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية، وتجلى ذلك من خلال أولا تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة على التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب. ثانيا النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تحكم به الصحراء المغربية. ثالثا الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. فهناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. يقول نحن لا نرفض ذلك، والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل في المحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة. اليوم كنجتمعوا في العمل الفحص أنجرة الولاية جهة طنجة والحسيمة في الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، هذه المسيرة المضفرة التي يعني ابتكرها مبدع المسيرة الحسن الثاني رحمه الله. واليوم سيدنا الله ينصره محمد السادس أكد على الأهمية للمسيرة الخضراء وذكر الجيران ديالنا وكل من له ما زال تراوده شكوك حول حقية المغرب ومصداقيته ومشروعيته في أقاليم الصحراء، ويذكرهم أنه هذا الموضوع لم يعد محل تنازع أو محل شكوك، وأن الملك ديالنا الله ينصره كيف تحت الطريق لجميع الدول الإفريقية للعبور إلى المحيط الأطلسي عبر الطرق الشركات وعبر طريق رابح. كذلك الخطاب كان مهم بالنسبة للجالية المغربية في الخارج، حيث أن صاحب الجلالة يعني أعلن عن إحداث هيئة جديدة لمواكبة العمال المغاربة بالخارج نظرا للأهمية ديالهم والعناية صاحب الجلالة بهم. إذن الحمد لله ذكرى مجيدة، وكنتمنى من صاحب الجلالة نصره الله الصحة والعافية وطول العمر. استمعنا إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حول قضية الصحراء
المسيرة الخضراء المضفرة، وكان خطابا حكيما جيدا متميزا، وكما عودنا جلالته أن الخطابات ديالو أنها تصل إلى القلوب وإلى الفوائد، وحقيقة جدد فيه بالنسبة من خلال الخطاب الملكي بأن الصحراء في مغربها والمغاربة في صحرائهم، ووضح وتوضيح واضح كوضوح الشمس في كبد النهار على أن الخصوم الذين لا زالوا يشكون أنهم ليست بيديهم حجاج إلى آخره، وإنما ادعاءاتهم ادعاء فاشلة، يعني بيتهم كبيت أوهن من بيت العنكبوت، ونتمنى الصحة والعافية. اليوم تابعنا الخطاب الملكي السامي اللي كان بمناسبة الذكرى 49 لذكرى المسيرة الخضراء المضفرة. الخطاب السامي اليوم كانت في واحد مجموعة ديال الإشارات والتأكيد على وحدة ترابية، وهي وحدة لا رجعة فيها، وكان هناك إشارات إلى بعض المتربصين بالوحدة الترابية. كانت إشارة ديال الخطاب الانخراط في المشروع التنموي اللي خداه المغرب منذ سنة 1975، والحمد لله راه بفضل السياسة المولوية السامية راه الأقاليم الجنوبية عرفت واحد الضفرة تنموية كبيرة، والحمد لله اليوم الخطاب ديال سيدنا كأكد هاد الأهداف اللي غادي يقودها المشروع الملكي السامي إن شاء الله.